بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من الساعه 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. وزي ما حضراتكم عارفين بتبقى حلقتنا عباره عن جزئين، الجزء الاول بيبقى مجموعه من الاخبار اللي حصلت على الساحه الفتره اللي فاتت وبيكون تعليقنا عليها، وبنشارك حضراتكم معانا طبعا في هذه الاخبار وبنحطكم في اهم الاحداث والمستجدات. النص الثاني بيبقى فقره حواريه، فقرتنا النهارده ان شاء الله عن الجمباز. زي ما حضراتكم عارفين كاس العالم للجمباز انتهى منذ ايام، والحقيقه كان تنظيم رائع وفي نفس الوقت حققنا انجازات تاريخيه، والجميل بيبقى التنظيم بيشيد بيه العالم كله وفي نفس الوقت بتحقق نتائج. واحده من الاثنين بتغيب الحقيقه بتبقى الحدث بيفقد رونقه. هيكون معانا الدكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز، هيكون معانا اللاعبه نانسي طمان، طبعا دي صورهم نانسي طمان لاعبه منتخب مصر واللي حاصله على الميداليه الذهبيه في جهاز حصان القفز، ومعانا اللاعب علي زهران نجم طبعا منتخب مصر ولاعب مصر طبعا للجمباز واللي حصل على الميداليه الذهبيه في جهاز الحلق. طبعا ده التنويه على صفحتنا على الفيسبوك، طبعا بنتمنى من حضراتكم تشاركونا وتقولوا لنا تعليقاتكم واسئلتكم لضيوفنا، واكيد هننشر اسئلتكم واستفساراتكم مع ضيوفنا على الشاشه. يلا شاركونا، عايزين اكبر عدد من جمهور النادي الاهلي يكون معانا النهارده ان شاء الله بيشاركنا ويتفاعل معانا على صفحتنا على الفيسبوك. طيب خلينا نرجع لاخبارنا. احنا طبعا زي ما وعدنا حضراتكم بنجيب لكم اهم الاحداث واهم الاخبار اللي بتبقى موجوده على الساحه في الفتره اللي فاتت. خلينا نروح لكره اليد. انتوا عارفين حضراتكم ان الموسم خلاص انتهى بالنسبه لكره اليد، فبدات المنتخبات تستعد، كل منتخب يستعد لوجهته. منتخب تونس للسيدات انتوا عارفين طبعا لاعبتنا ولاعبه الفريق الاول والمحترفه بصفوفه سندس حشانه، واللي يعني تعاقد معاها النادي الاهلي السنه دي، شاركت مع منتخب تونس في بطوله افريقيا بتلعب في الكاميرون، وساهمت بشكل كبير في صعود الفريق لكاس العالم القادم في اسبانيا واللي هيتلعب في هذا الصيف او الصيف اللي احنا فيه. وطبعا تونس ضمنت الصعود لنهائيات كاس العالم بعد وصولها لدور الاربعه زي ما قلت لحضراتكم من بطوله افريقيا بتتلعب دلوقتي في الكاميرون. تونس كسبت في دور الثمانيه منتخب غينيا بنتيجه 27-20، وسندس سجلت 9 اهداف، يعني تقريبا ثلث السكور، وده يدل على قوه سندس الحقيقه وقوه الدوري المصري كمان، لان سندس راحه جاهزه. تونس كمان كانت لعبت مع انجولا في قبل النهائي من شويه، والماتش خلص لصالح انجولا بنتيجه 27-23، بس ما فيش مشكله خالص، تونس اتاهلت لكاس العالم وسندس ادت اداء كويس، وده يدلنا حاجه زي ما رجعنا ونرجع تاني ونعيد ونكرر. النادي الاهلي دلوقتي بقى سياسته في الاتفاق او التعاقد مع اللاعبين واللاعبات ان هم يبقوا ليفل 1. اللاعبين او اللاعبات اللي بيجوا ما كانوش هيعملوا الفارق، النادي الاهلي ما بيتعاقدش معاهم. سندس حشانه من ساعه ما جت النادي الاهلي وهي عامله الفارق الحقيقه، وبرده يعني مش بس فارق فني ولكن فارق في الروح، وحتى سندس تتمنى طبعا بقائها من النادي الاهلي وتتمنى انها تشارك مع النادي الاهلي كمان السنه الجايه في حصد البطولات. كل التوفيق لك يا سندس ونطمن عليكي وان شاء الله تعملي كاس عالم كويس باذن الله. هنروح للكره الطايره رجال. حضراتكم عارفين ان الدوري خلص، كسبنا الدوري، بنركز في الكاس. الفرقه سافرت الى السويس عشان تستعد ليه قبل النهائي مع الاتحاد الاسماعيليه، انا اسف، هي صاله في الاسماعيليه وصاله هيئه قناه السويس، اسمها صاله هيئه قناه السويس ولكن هي في الاسماعيليه، وهنلعب الاتحاد السكندري بكره ان شاء الله الساعه 4 في قبل النهائي باذن الله. طرفي قبل النهائي احنا والاتحاد، الطرف الثاني هيبقى الزمالك وطلائع الجيش، وهيتلعب بعدينا، احنا هنلعب الساعه 4، الطرف الثاني هيتلعب الساعه 6. والاهلي كان فاز في دور الثمانيه على الترسانه 25-13 3-0، 25-13 25-19 و25-18، ودي لقاءات او يعني لقطات كانت من مباراه الترسانه اللي فاتت في دور الثمانيه. كاميرا الابطال كانت موجوده في المباراه، سجلنا التقرير ده، اتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. فوز بيجيب فوز، والجمهور متعود دايما من فرقه الكره الطايره في النادي الاهلي بالفوز. اكيد طبعا يعني الدوري كان صعب، ما هوش سهل، الماتش النهائي بالذات كان مع الزمالك وكان هو اللي بيحسم، ونفس الحال برضو الكاس مع يعني هنلعب الاتحاد. الاتحاد عامل فرقه كويسه جدا وفرقه محترمه قوي، مدعم كتير السنه دي، واخد 5 دوري ويعني ولعبنا قصاده مرتين،
والنهائي طبعا ما بين الجيش يعني قبل نهائي الجيش وزمالك. عايز اقول لك مش يعني ثقه، الحمد لله الدوري ادينا ثقه كبيره، لكن طبعا برضو في حذر كبير جدا لان احنا بنلعب فرق محترمه. انا شايف يعني من وجهه نظري ان الكابتن محمد مصلحي لعب كل التشكيل، عايز طبعا ما يخسرش حد، مش عارف الظروف اللي جايه ايه، فطبعا لازم يدي الثقه للجميع. يعني انا شايف ال 14 لعبه ده طبعا ممكن جدا يبقى في توفيق وما فيش توفيق، لكن هو بيدي الاحساس للعيبه ان هي دايما جاهزه معاه. يعني هو من الشوط الثاني غير زي ما حضرتك شايفه السته بسته تانيين، والشوط الثالث استمر على السته بتوع الشوط الثاني. ده ان كان بيدي الفرقه كلها روح ان هم كلهم يبقوا جاهزين. اتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي كره الطايره، ابذلوا مجهود كبير جدا، لان برضو لازم حضرتك تعرفي ان السنه اللي فاتت بعد جائحه كورونا حضرتك هم مستمرين بقالهم سنه كامله ما فيش توقف، الا الاصابه اللي جات لنا 15 يوم اللعيبه بتاع كورونا وبعض من الجهاز اثرت فينا، لكن احنا رجعنا نكمل تاني. فاللعيبه بقى لها فتره طويله جدا، فبطمن كل الناس وبطمن النادي الاهلي ان شاء الله احنا ماشيين قدما على حصول على كاس مصر. ماتش في المتناول، ترسنا فرقه محترمه مخلصه الدوري في المركز العاشر، السنه الجايه لو الدوري 12 فرقه ان شاء الله هتلعب مع المجموعه اللي فوق. الحمد لله قدرنا نشارك كل اللعيبه شاركت النهارده، فقدرنا نقسم الحمل شويه عشان يعني خلاص ما فيش غير تمرينتين وماتشين سيمي فاينل والفاينل ورا بعض، ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. دور الثمانيه دور يعني المفروض ان هو يعني بالنسبه للكاس دور يعني صعب شويه، والفرقه طبعا محترمه هناك فريق ترسانه، والحمد لله ان احنا قدرنا نتغلب على الفرقه يعني بثلاث اشواط مقابل لا شيء، وان شاء الله نكمل مسيرتنا في الكاس بحسم الكاس مصر ان شاء الله. طبعا هو احنا كده احنا الحمد لله مستعدين استعداد قوي من بعد الدوري، وان شاء الله يعني طبعا الكاس مصر مهم بالنسبه للنادي الاهلي، لان احنا طبعا متعودين في النادي الاهلي ان احنا اي بطوله بندخلها ان شاء الله يعني الحمد لله ان احنا بنحقق مركز اول، فحتى يعني الماتشات قربت او يعني الوقت يعني اتاخر او قرب، فان شاء الله يعني احنا مستعدين لاي ماتش يعني ان شاء الله. وزي ما اتكلمنا قبل التقرير قلت لحضراتكم ان شاء الله بكره قبل النهائي باذن الله مع الاتحاد السكندري الساعه 4 هنذيعه لحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي مباشره، وهيكون في استوديو تحليلي بكره من الساعه 3، وباذن الله هنذيع ايضا النهائي باذن الله بعد الفوز بكره ان شاء الله، نتمنى الفوز. خلينا نتكلم بس في بكره الاول ان شاء الله ربنا يكرمنا في الاتحاد. بس عايز اقول رساله للاعبين، انا هرجع بس فلاش باك تاني السنه اللي فاتت لو تفتكروا كان عندنا أزمة كورونا وحصل لوك داون والدنيا قفلت من شهر مارس لشهر 7. خليني أفكركم بالتواريخ، سنة 2020 من شهر مارس لشهر 7 الدنيا قفلت، وبعد كده الدولة المصرية خدت قرار باستعادة النشاط، وكان من ضمن النشاطات النشاط الرياضي. فاللعيبة فضلت 3-4 شهور مريحة، دخلنا استأنفنا المواسم اللي فاضل، يعني اللي فاضل من الموسم القديم تم استئنافه، قعدوا يلعبوا شهر 7 أو لا 8 بدأنا الموسم القديم، بدأ يتلعب في الألعاب كلها. أنا بتكلم على الطايرة واليد والسلة، ألعاب جماعية والألعاب التانية كمان. طب أنا عايز أوصل لإيه؟ أقول لكم أنا عايز أوصل لإيه. فشهر 8 و9 قعدت اللعيبة تلعب الدوري القديم أو استكمال اللي كان فاضل من الموسم اللي فات. بعد كده ابتدى الموسم الجديد، فاللعيبة ما ريحتش، لحمت الموسمين في بعض. منافسات بعديها على طول منافسات الدوري الجديد. طيب الطايرة بدأ الموسم بتاعها لما أتذكر في شهر نوفمبر اللي فات، على ما أتذكر. قعدت في نوفمبر لعبنا فترة طويلة جدا ما بين توقفات ونلعب توقفات ونلعب، اللي حصل واللي وصل بينا ان احنا وصل الحال ان احنا النهارده في شهر 6 اهو، نعتبر في اخر شهر 6 او النص التاني من شهر 6 ولسه بنخلص الكاس. نفس الكلام بالنسبة لكرة السلة، يمكن اللي كان محظوظ شوية هي كرة اليد، لان الدوري عندهم او عدد المباريات مش كتير، عدد المباريات مش كتير، دوري المحترفين مش كتير. رسالة بقى للاعبين، ايه بقى؟ انت محتاج تفصل، ما ينفعش تلحم تالت موسم على التوالي، لازم تفصل. اللعيبة لازم بعد نهاية الموسم اللعيب يقف خالص، لازم ياخد فترة راحة سلبية، الجسم مش هيقدر بعد كده، بعد الشر ممكن يلاقي اصابات ما كناش شايفينها قبل كده،
وحصلت معانا واحنا بنلعب لما كنا بنلعب موسم واثنين وثلاثه بيحصل كده. طيب الظروف حكمت علينا، بس دلوقتي احنا خلصنا في شهر 6، المواسم الجديده ممكن هتبقى بعد الدوره الاولمبيه، واحتمال يبقى بعد الدوره الاولمبيه يبقى في انتخابات، يعني ممكن نتكلم في شهر 10. عندك اهو فتره 4 شهور لازم اللاعب يعمل اعداد كويس، راحه سلبيه الاول، بعد كده يخش اعداد بدني جيد تدريجي مع الاجهزه الفنيه والاجهزه البدنيه اللي معاه في الفرقه، غير كده الامور هتبقى صعبه. لعيبه المنتخبات مثلا اللي مشاركين مع منتخب اليد نفس الكلام، هيخلص بطوله الاولمبيات لازم ياخد راحه، يعني يمكن لعيبه المنتخبات دول قدرهم ان هو بيخلص يخش مع المنتخب في بطوله، بس لازم ولابد اللاعب يبقى هو ترمومتر نفسه. انا بقول الرساله دي مش بس لعيبه النادي الاهلي، كمان لكل لعيبه مصر، ان سلامه اللعيب وحفظ الحفاظ على نفسه من الاصابات ده اللي بيخليه يعمل موسم 2 و3 و4 كويس. لا قدر الله حصل اصابه في النص بيبتدي من الاول. دي الحقيقه حاجه ملاحظه انا كنت شفتها او لاحظتها وكان لازم نتكلم عنها، واكيد يا رب يكون لعيبتنا سامعينها. طيب هنروح لكره الطائره برضو، الناشئين الكره الطائره تحت 15 سنه، احنا الحمد لله 17 19 بطوله الجمهوريه تمام، يعني القطاع كله تمام. تحت 15 سنه فاز امبارح على نادي سموحه 3-0، والاشواط 25 21 25 17 25 18. الماتش زي ما حضراتكم شايفين دي لقطات منه كانت اتلعب امبارح على صاله الشهداء باهل الجزيره. وفي ماتش الجمعه الجايه مع نادي الشمس على ملعبه، بس احنا كده ضمننا الصعود للدور النهائي. خلي بالكم دي تصفيات، احنا كان عندنا ماتش الاسبوع اللي فات وماتش الاسبوع ده وماتش الجمعه الجايه. قطاع الناشئين في الكره الطائره وقطاع الناشئات في الكره الطائره الحقيقه عامل انجاز كويس، ما تخافوش يعني الطايره الواحد، يعني انا قعدت افكر شويه قلت يا ربي طب الجيل اللي موجود دلوقتي، كابتن شعراوي هو طبعا بيوجه لهم التعليمات. انا بس عايز اقول حاجه، الناس ممكن تقول لك احنا عندنا جيل كويس، طب اللي جاي ايه؟ لا اللي جاي الحمد لله كويس قوي الحمد لله، طبعا الموجودين ربنا يديهم الصحه ويفضلوا اطول وقت موجودين في الملعب، انما المستقبل في الكره الطائره كويس قوي الحمد لله. عندنا لعيبه معارين بره على اعلى مستوى، عندنا لعيبه بتطلع كل سنه 2 و3 و4 لعيبه على اعلى مستوى، لدرجه ان ما شاء الله احنا انا اقول يعني اقولها كده زي ما بيقولوا احنا بنقوم فرق ثانيه بره، يعني لعيبتنا اللي بتروح بره وده بشهاده الكل، لعيبتنا اللي بتطلع بره طالعه من قطاع الناشئين بتروح لانديه ثانيه بتوقف على رجليها. ليه؟ لان طبعا امكانيات عاليه. انا عايز اقول لكم ان ممكن لاعب يبقى واخد مع قطاع في بطوله الشباب مثلا، بطوله شباب مع الكره الطائره مع المنتخب، واحد احسن لاعب في افريقيا وما يلاقولوش مكان في الدرجه الاولى في النادي الاهلي، يطلع اعارة سنه او اتنين يكتسب خبرات في الدوري ويرجع لك. يعني قصدي اقول لك ان انت عشان تلاقي مكانك في الفريق الاول بالدرجه الاولى بالنادي الاهلي لازم تبقى صفوه الصفوه الصفوه. فاحنا الحمد لله مستقبلنا مبشر جدا في الكره الطائره، الحاضر والمستقبل، ونتمنى ان شاء الله ان ده يتعمم في كل الالعاب باذن الله. طيب كده نكون خلصنا اخبارنا في جوه النادي الاهلي. طب ليه الاخبار قليله؟ لان حضراتكم عارفين مواسم خلصت، كل الفرق دلوقتي في مرحله الاستعداد، المنتخبات بتشارك يا اما الفرق بتستعد للموسم الجديد سواء بصفقات سواء باجهزه فنيه جديده سواء سواء سواء، احنا في مرحله السيت اب بتاع الفرق كلها مش في النادي الاهلي بس، فهتلاقي اخبارنا الرياضيه قليله، بس يمكن مع المنتخبات هنلاقي اخبار اكتر. منتخب العاب القوه في مصر سافر تونس عشان يشارك في البطوله العربيه. منتخب مصر العاب القوه وصل امبارح تونس علشان يشارك في النسخه رقم 22 من البطوله العربيه واللي بتتلعب في تونس من خلال الفتره من 16 لحد 20 يونيو اللي احنا فيه. بعثتنا مشارك فيها 31 لاعب ولاعيبه، 19 لاعب و12 لاعيبه، دي صور طبعا من ارض المطار وهم مسافرين. والمناسبه دي لازم نقول لكم ان محمد مجدي حمزه لاعبنا طبعا حقق الميداليه الفضيه في منافسات دفع الجله واسراء سمير في منافسات الوثب العالي، والبطوله دي هيشارك فيها 20 دوله عربيه. والبطوله ليها اهميه كبيره لانها مؤهله بشكل مباشر للاولمبيات اللي جايه في حال تحقيق الرقم التاهيلي، ودي حاجه كويسه جدا ان البطوله العربيه ممكن اللي حقق فيها رقم التاهيلي يتاهل، ودي حاجه كويسه. البطوله تعتبر هي الفرصه الاخيره للاعيبه منتخب مصر في التاهل للاولمبيات، خصوصا مع الغاء بطوله افريقيا واللي قابلتها مشاكل كبيره لانها كانت هتتلعب في الجزائر وبعدين انتقلت لنيجيريا وبعدها اتلغت خالص بسبب فيروس كورونا. زي ما حضراتكم شايفين البطولات العربيه بقت بتتحط على اجندات الاتحادات الدوليه، لما الاتحاد الدولي يقول لك انا متابع بطولتك كاتحاد عربي واللي هيجيب الرقم التاهيلي من البطوله العربيه هيتاهل، وده اللي دفع كام دوله؟ 20 دوله. يعني انا اللي اعرفه في البطولات العربيه يعني كان اقصى حاجه ممكن تشارك حتى في اي لعبه مش في العاب القوه كان ممكن يشارك 10 11 ممكن ساعات كنا بنوصل 6 فرق تشارك، النهارده احنا بنلاقي 20 دوله عربيه مشاركه في بطوله العاب القوه. ليه؟ عشان اللي قاله الاتحاد الدولي ان دي الفرصه الاخيره. طب ما لاعب بدل ما اروح اصفي في افريقيا واتاهل من افريقيا بروح البطوله العربيه عندي فرصه ثانيه
وخليني اقول لكم ان مش بالمراكز، بالرقم. حققت الرقم بتتاهل على طول. وانس ان انت حققت الرقم التاهلي بتتاهل لاولمبياد طوكيو. فاذا دي الفرصه الاخيره. احنا في شهر كام؟ في شهر 6 15 16 6 ولغايه 22 6، يعني هتتاهل قبل اولمبياد طوكيو بشهر، ودي فرصه الحقيقه، وده كان مبرر او سبب مشاركه 20 دوله في البطوله العربيه. طيب نروح للكاراتيه. الحقيقه اللي عامل انجاز تاريخي، انجاز تاريخي. طب ايه هو الانجاز التاريخي اللي عمله؟ الانجاز التاريخي ان عندنا خمس لاعبات او خمس لاعبين اتاهلوا لاولمبياد طوكيو، في رقم كبير جدا. وطبعا من الاتحادات والالعاب المنتظر ليها تحقيق ميداليه اولمبيه، خاصه ان الكاراتيه دي اول دوره اولمبيه يدرج في الالعاب الاولمبيه. لمزيد من التفاصيل معانا الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا. ازيك يا كابتن هيثم؟ ازاي معاليك؟ انا مش عارف ابارك لحضرتك ازاي يا فندم. والله الف مليون مبروك، انجاز مبروك كبير لمصر. طبعا طبعا مبروك لمصر، مبروك لكل اولياء الامور واللاعبين الابطال، ومبروك لمعالي وزير الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه. كل مصر داعمه للرياضه بشكل كبير جدا. يمكن ده كان نتيجته الحمد لله رب العالمين. الكاراتيه النهارده في ازهى عصوره بتاهيل خمس لاعبين كوميتيه من ست مقاعد. يعني النهارده في الاولمبياد الكاراتيه نصيبه اساسا ثلاثه كوميتيه، ثلاث لاعبين في الكوميتيه، وثلاثه في البنات. بالنسبه للبنين ثلاثه والبنات ثلاثه، يعني ست ميداليات. مصر تاهلت في الثلاثه البنات وتاهلت في اثنين كوميتيه، يبقى اصبح عندنا خمس ميداليات او خمس لاعبين مؤهلين من سته بالنسبه للكوميتيه. يا رب بتاعت الكاتا ما تاهلناش فيها، اللي هم اثنين بنين وبنات، لكن الكوميتيه الحمد لله النتيجه خمسه. يمكن الدوله الوحيده بعد الدوله المضيفه اليابان اللي فيها خمس لاعيبه النهارده الحمد لله تاهلت لاولمبياد. مش عارف اقول لحضرتك ايه، انجاز كبير الحقيقه، واحنا سعداء بيه. وده يعني بيحط عليكم مسؤوليه، خلي بالك يا كابتن، يعني برضو الناس طبعًا. طبعا هو احنا مش معنى ان تاهلنا ان احنا ده نهايه المطاف، لا بالعكس، دي بدايه المسؤوليه الكبيره اللي على العاتق الاتحاد وعلى الاولاد كلهم. هنبذل قصارى جهدنا ان احنا نخليهم في معسكر دائم من هنا لحد السفر لطوكيو. يعني على سبيل المثال في المرحله السابقه تاهلت جيانا فاروق وعلي الصاوي، عملنا لهم معسكر في روسيا من اسبوعين، والنهارده هم معسكرين في اكاديميه البحريه في اسكندريه لمده 10 ايام، هيجوا بعدها يعسكروا مع مدربهم الخاص في معسكر داخلي في احد دور القوات المسلحه. بينما اللعيبه الاخر اللي هو عبد الله ممدوح اللي لسه مؤهل دلوقتي عن طريق الكوته الافريقيه، ورضوى السيد في ريال الحمد لله تاهلت من الدوره المؤهله في باريس، الثلاثه دول هيدخلوا في معسكر ان شاء الله من يوم السبت في المركز الاولمبي بمشيئه الله، وايضا هيبقى معسكر داخلي في القاهره، ومعسكر ايضا في اسكندريه بعد 10 ايام لحد السفر. ما شاء الله. يعني انتوا يعني عارفين كاتحاد انتوا عندكم ايه وعاملين حسابكم لكل حاجه. بس خليني اسال حضرتك سؤال يا دكتور. دلوقتي احنا يعني لحد دلوقتي في خمس لعيبه تاهلوا، فرص حصولنا على ميداليات، يعني خلينا دايما نتكلم في الاحتمالات الاعلى، فرص او الاحتمالات الاعلى لحصولنا على ميداليه، كم ميداليه في الاولمبياد تقريبا؟ انا من السنه اللي فاتت الحمد لله الاتحاد وعد وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه بان احنا ان شاء الله هنحصل على ميداليتين اولمبياتين بمشيئه الله تعالى. يا رب. ونطمع طبعا في زياده، بس احنا طبعا بنقول الميداليه الاولمبيه برضو انجاز كبير وصعب وشاقه، وبرضه فيها ناحيه نفسيه كبيره جدا اللعيبه وضغط عصبي، فاحنا بنقول اضعف الايمان ان شاء الله باذن الله بنوعد ان احنا نرفع علم مصر ونجيب ميداليتين، وخصوصا ان احنا فيما اشتركنا في اولمبياد 2018 شباب وشابات اشتركنا بنت واحده تاهلت، البنت دي حصلت على الميداليه الذهبيه، وكان اول ميداليه ذهبيه في تاريخ الاتحاد المصري الكاراتيه في اولمبياد الشباب، فان شاء الله بنوعد ان احنا هنجيب ميداليتين على الاقل باذن الله في اولمبياد طوكيو 2020. طب دكتور بتعدوا اللعيبه نفسنا ازاي؟ خد بالك برضو انتوا طبعا عندنا جهاز سيد العارفين. احنا عندنا جهاز كامل متكامل، طبي ونفسي وبدني وتغذيه، وعندنا اصابات ملاعب، عندنا جهاز على اعلى مستوى بخلاف الدكتور الموجود معاهم دايما عشان النواحي الاحترازيه وعشان اي حاجه، غير الدكتور الاصابات متواجد دائما ومتلازم على بين، حتى في السفريات برضو بنستعين بالدكاتره معاهم، والمعد النفسي موجود سواء للبنين او للبنات موجودين معاهم في قلب المركز الاولمبي اقامه كامله مع المعسكر. ما شاء الله. دكتور محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه، بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك، والحقيقه حاجه تفرح الكاراتيه، حاجه تفرح. وبرضه بفكركم تاني، احنا طبعا عضو مجلس ادارتنا دكتور مهند مجدي كان بطل عالم، يمكن هو ما لحقش الاولمبياد، كانت ساعتها لسه الكاراتيه مش لعبه اولمبيه، ولكن هو كان بطل عالم، يعني اوريدي النادي الاهلي قدم الكثير والكثير لهذه اللعبه عشان نوصل للمرحله دي. والنادي الاهلي يعني النادي الوحيد في مصر عنده قاعده كبيره جدا من لعيبه الكاراتيه، واللي يمكن دخل الكاراتيه الحديث في مصر النادي الاهلي بدعمه للاعبين والاجهزه الفنيه واعداد كوادر،
كان بيساهم بشكل كبير في الانجاز. طبعا جيانا فاروق نجمه النادي الاهلي على راس هذا الانجاز او هذا الدعم الكبير للنادي الاهلي قدمه كلاعيبه للكاراتيه. الجميل ان الاتحاد عارف هو بيعمل ايه. الناس يعني يمكن انتوا اول مره تسمعوا اسم الدكتور محمد الدهراوي، او يعني مش من الاسماء اللي دايما متواجده، ولكن بيعمل في صمت والراجل شغال هو الاتحاد بتاعه عشان نوصل لميداليه الاولمبيه. وحضرتك سمعته قال ميداليتين، كان ممكن يقول ثلاثة وأربعة، هو بيقول اللي هو يقدر بنسبة كبيرة بنسبة 85% أو أكتر يقدر يحصل على الميدالية دي. فهو الحمد لله بفضل الله اتحاد محترم شغال عايز يجيب ميداليات، عايز يمثل مصر. أول كلمة قالها الدكتور مبروك على مصر، هو ده اللي احنا عايزينه. ولازم ما ننساش دور وزارة الشباب والرياضة الحقيقة، اللي ما كانش ده هيحصل إلا بدعمها وبالوقوف وراها كممثل للدولة المصرية. ألف مبروك للكاراتيه. هنروح للخماسي الحديث. أنتوا حضراتكم عارفين طبعا الخماسي الحديث كان فيه بطولة العالم بتقام على أرض مصر منذ أيام وانتهت. الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يشكر مصر على نجاح بطولة العالم في ظل جائحة كورونا. الألماني كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث شكر مصر على استضافة وتنظيم بطولة العالم للكبار والمؤهلة لأولمبياد طوكيو. وقال شورمان ان مصر نجحت في التحدي وقدرت في استضافه اكبر بطوله من البطولات الخماسي الحديث واللي اتعملت في ظروف صعبه في ظل انتشار جائحه كورونا. وكمل ان مصر دوله كبيره وقدرت انها تستضيف اكتر من بطوله دوليه في كل الالعاب خلال الفتره اللي فاتت. بطوله العالم دي استضافتها مصر على ملاعب استاد القاهره من فتره من 8/14 الشهر ده، ومصر حققت فيها ميداليتين برونز عن طريق برونزيه فريق الرجال وبرونزيه ثانيه من نصيب احمد الجندي. خليني اقول لكم حاجه مهمه، مصر الفترة اللي فاتت نظمت أحداث عالمية كبيرة في الألعاب الأخرى. والحقيقة يمكن أنا الواحد بقاله كتير في الرياضة، أكتر سنة حصل فيها استضافة لبطولات العالمية يمكن السنة دي. وبنشوف مش بطولات أفريقية، لا ده احنا بنروح على بطولات عالم. شفنا الجمباز، الخماسي الحديث، الرماية، كرة اليد، يعني بطولات كتير، وبطولات مش على مستوى كأس عالم سلاح، مش على قد بطولة أفريقيا أو بطولة عربية. طبعا البطولات دي ليها احترامها ومتواجده، وفي بطوله عربيه الرمايه لسه خلصانه، ولكن انا بتكلم على البطولات العالميه الكبرى، كاس العالم وبطولات العالم. مصر نجحت فيها. الجميل بقى هنا ايه؟ انا اقول لكم الجميل. الراجل ده في الخماسي، انتوا عارفين الالمان ما بيجاملوش، يعني الالمان لو جه لها حاجه مش عاجباه هو هناك بيسموهم الماكينات الالمانيه. لما الراجل يشيد بمصر ونجحت في استضافتها في ظل جائحه كورونا، لا يبقى الكلام هو عارف بيقول ايه. طب حاجه ثانيه، كان زمان ممكن ننظم بطولة بس ما نحققش نتائج. تاني ننظم بطولة وننجح فيها ممكن، بس نتائجنا ما تبقاش قد كده. إداريا فنيا ما ننجحش. الجميل بقى دلوقتي، لا بيحصل الاثنين. وليه بقى بيحصل الاثنين؟ وادوكم بالدليل. عندنا كرة اليد، الناس خدوا مركز متقدم من 8 العظام، 7 عالم، أحسن من المركز البطولة اللي قبلها، فإذا أنت من 8 العظماء. عندك الخماسي أهو ميداليات، عندك الجمباز ميداليات، كؤوس عالم، بكلم كؤوس عالم، عندك الرماية السلاح 4 ميداليات، يعني بكلمك على نجاح إداري. وفي الرماية خدنا برونز، يعني أنا بس اللي بتذكره بقوله. الجميل بقى هنا إنه أنت بتحقق في الاثنين، وده الجديد على مصر. يعني مصر يعني في الفترة دي بتشهد الحقيقة طفرة كبيرة جدا، وده بنتيجة الدعم من القيادة السياسية. الرياضة ما كانتش هتحقق كده، والدولة بيمثلها وزير الشباب والرياضة. وزير الشباب والرياضة دايما هتلاقيه ورا كل الأحداث دي، وفي ظهر الاتحادات بحيث ان تطلع بالشكل اللائق. طيب هنروح للجمباز برضو، والخبر اللي هنقوله ده هنقوله عليه، هنتكلم عليه اكتر مع ضيوفنا، بس لازم نقوله كخبر مهم على الساحه دلوقتي. 12 دوله هتشارك في كاس الفراعنه الدولي للجمباز الايقاعي. اتحاد الجمباز برئاسه الدكتور ايهاب امين، وهنتكلم معاه طبعا في الفقره اللي جايه، اعلن عن مشاركه 12 دوله في بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي، واللي هتتلعب في الفترة من 18 لحد 20 يوليو اللي احنا فيه على صالة شباب الرياضة مدينة 6 أكتوبر. الدول هي مين بقى؟ اسمعوا معايا. أذربيجان، أوكرانيا، جورجيا، ملدوفا، اليونان، المجر، بولندا، إيطاليا، لبنان، روسيا، أوزبكستان، ومصر البلد المضيف بإجمالي 373 لاعب. متخيلين الرقم؟ طيب. وأكد إيهاب أمين رئيس الاتحاد الجمباز اللي هيكون ضيفنا في النص الثاني، الاتحاد بذل مجهود كبير جدا عشان يستضيف البطولة دي. ومش بس كده، انه طبعا بطوله كاس العالم لسه خلصانه، فالناس جايه على تنظيم كويس، مش عايزه تشوف اقل منه. و انا عندي اخبار كمان هتسمعوها مع ضيوفنا هتبقى حاصل، بس خليني اقول لكم خبر مهم في الجمباز. في كاس الجمباز اللي فات دي حاجه من الكواليس بقى، كاس العالم اللي فات للجمباز، رئيس الاتحاد الدولي جه، هو بالمناسبه ياباني. والراجل ده على فكره من الشخصيات
التقيله قوي اللي ما بتروحش اي احداث. يعني مش معنى ان عندك كاس عالم جمباز انا هجيلك، لا اسف، هو بيروح في الاحداث اللي فعلا محتاجه تواجد ليه هو شخصيا. فلما وصل المطار كان في استقباله الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد والدكتور اشرف صبحي، لان الراجل ده الحقيقه حتى على مستوى الرياضه العالميه واللجنه الاولمبيه العالميه والدوليه هو شخصيه مؤثره وعضو في اللجنه الاولمبيه الدوليه، يعني شخص مؤثر في الرياضه العالميه او المشاركات الاولمبيه. الراجل جه مصر، رحنا قابلناه، الراجل الحقيقه اتبهر بالتنظيم، الراجل اتبهر بالتنظيم والاستقبال وانا برضو برجع اقول لكم اللي بيشيد بده مش احنا، مش وسائل اعلامنا، مش رموزنا، لان ده وضع طبيعي ان احنا نشيد بده، ودي الدوله المصريه ودولتنا لازم نبقى فخورين بيها، ولكن الجميل ان الاشاده بتيجي من رؤساء اتحادات من جنسيات معروف عنهم ان هم ما بيجاملوش، اليابان، المانيا. فطبعا ده كان طفره من الطفرات برضو ان انت الحقيقه ساعدت العالم كله وحسست العالم ان لا لازم نكمل ولازم الحياه تستمر ولازم الرياضه تكمل. وزي ما كملنا الرياضه ورينا للعالم كله انه يقدر هنا يبقى في فقاعه ازاي تتعمل وازاي يحصل عزل كامل لكل المشاركين في البطوله ونجحنا فيه، وفي نفس الوقت ده اداريا وطبيا وبتنجح كمان فنيا، لا شابوه الحقيقه. واكيد لسه الدوله المصريه عندها كثير من يعني الامكانيات مع البنيه التحتيه اللي بيحصل فيها طفره دلوقتي، لا هنشوف حاجات كويسه جدا 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 الفتره اللي جايه. طيب دي كانت اخبارنا الداخل جدال النادي الاهلي محليا وارضا عالميا، وهنطلع لفاصل سريع وهنرجع نستضيف مين؟ الدكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز. خلي بالكم في كلام كتير من الكواليس ودعم الدوله المصريه ليه كان شكله ايه. هنستضيف علي زهران بطل العالم صاحب الميداليه الذهبيه في الجمباز على الحلق، وكمان هيكون معانا نانسي طمان لاعبه منتخب مصر وصاحبه الميداليه الذهبيه في كاس العالم اللي فات على حصان القفز. خلينا نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما انتم شايفين يعني الجمباز دخلنا، يعني الحقيقه الواحد بيبقى سعيد لما يلاقي لعبه بقت كانت بعيده وكانت يعني معرضه للايقاف وترجع مشوار كبير تقطعه في 3 سنين، لا ده انجاز كبير لازم احنا الحقيقه نحط الضوء عليه. في البدايه برحب بالدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد واحد الجنود المجهولين في الانجازات اللي انتم بتشوفوه دي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك فادنا، منورنا في قناه النادي الاهلي. اهلا بحضرتك، منوره باهلها وبجمهورها يعني العظيم يعني. اخيرا وليس اخرا بالظبط ان شاء الله باذن الله. معانا طبعا نجمه منتخب مصر واللي حصلت على الميداليه الذهبيه في حصان القفز، والحقيقه اللي كانت مفاجاه وعملت ضجه كبيره جدا في السوشيال ميديا لدرجه ان رئاسه الوزراء كمان هنت اللاعبين او اللاعبات. اهلا بيك يا نانسي طمان لاعبه منتخب مصر. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، منوره قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. انجاز كبير طبعا وحاجه تشرف يعني. الحمد لله. يعني قولي لي طبعا يعني احساسك كان ايه اول ما خدت الميداليه وعلم مصر بيتعزف والعلم بيترفع على ارض مصر في وسط كل الهيلمان المعمول ده؟ الصراحه اتبسطت جدا الحمد لله، لان دي البطوله دي اول مره تتلعب في مصر، فوسط اهلنا وسط جمهورنا وسط الناس كلها، فكنت عايزه اعمل حاجه مشرفه. وطبعا دي كانت بعد تعب سنين، يعني انا تقريبا من 2015 وانا بحضر لميداليه زي دي. اه الموضوع مش سهل خالص. يعني انت من 2015 يعني 5 سنين ودخل فيها كورونا أكتر. ودخل فيها دخل فيها حاجات كتير وتوقفات واتحاد عنده مشكله مهدد بالايقاف، يعني كان عندك صعوبات كتير. طبعا كان في صعوبات كتير، بس الحمد لله دكتور ايهاب وفر لنا حاجات كتير قوي ان هي تساعدنا ان احنا نقدر نوصل لانجاز زي دوت. والحمد لله يعني بدات في 2018 جبت اول بحر متوسط. دي كانت البدايه. دي كانت البدايه، من ساعتها بقى حمستني اكتر ان اشتغل اكتر عشان خاطر اجيب ميداليه زي دي. الحمد لله بجد احنا سعداء بيكوا، وميداليه جميله منوره. بس الميداليه يعني حاجه بتبقى في تاريخ اللاعب حاجه جميله جدا، لما ياخد بطوله عالميه بالشكل ده بتبقى حاجه جيده جدا. طب قولي لي نانسي، يعني برضو انت كنت داخله البطوله وعارفه مين اللي مشارك؟ طبعا اللعيبه بيجوا وفي رانكينج للعيبه وانت عارفه اللي هتلبسيهم مين. طبعا ده كان متوقع لك، ولا انت في اثناء البطوله عملتي الطفره؟ يعني مثلا ممكن كان دكتور يقول مثلا لا مرشحه تاخد برونز مثلا، يعني برونز، ولا انت كنت داخله والناس عارفه ان انت رايحه على الذهب؟ لا، هي كانت في منافسه ما بيننا كلنا، كان مستوانا قريب من بعض، فكان لازم اعمل احسن حاجه بالنسبه لي عشان خاطر افرق عنهم. طبعا اول يوم كانت في بعديه بطله من تركيا كانت قريبه مني، طبعا كان لازم ان انا يوم الفاينل اعمل احسن من اللي عملته اول يوم. وده انا قدرت احققه الحمد لله، لعبت احسن. يعني انت ما كنتيش داخله ضامنه دي طبعا صور ليكي يعني في البطوله، يعني انت
يعني ما كنتيش داخله ضمن الذهب، عشان الناس بس فاكره ان اللي داخل ياخد ذهب ده حاطط رجل على رجل والذهب بتاعه. لا لا، احنا بنلعب رياضه وده جمباز، والموضوع بيبقى صعب جدا، مش زي الناس ما هي فاهمه كده خالص. انت كنت بتفكري في ساعتها يعني؟ بفكر في تعليمات الكابتن طبعا اللي قالها، وازاي اطلع باحسن نتيجه، اعمل اداء كويس. تستجمعي بقى بتفكري، اكيد بيبقى يعني في عندك ديفو مثلا وفي شغل منتال، يعني انت بتركزي على حاجه معينه، خطوه في رجلك، في ايدك، صح؟ عندي غلطه كده معينه ان انا دايما بنزل على الحرف شويه، في عندنا خط احمر المفروض ما اقفش عليه، انا دايما بقف يعني باخد خطوه واقف عليه، فدي كانت اكتر حاجه بركز عليها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نزلت جنبه بالظبط. شفت انا بقول ليه بقول لك كده؟ لان انا عارف اللعيب بيبقى دايما بيفكر انه داخل على الـ على الـ على الـ بيفكر في غلطته، مش عايز اكرر الغلطه تاني. انا عارف، انا شايف عينيكي كده. دكتور تعالى لي بقى دكتور، ده انا عايز يعني معانا كلام كتير. انا بجد يعني انا بشكر نانسي جدا النهارده في قناه الاهلي، قناه رياضيه، والمجهود اللي هي عاملاه والالتزام بتاعها. نانسي من طبعا اكتر اللاعبين الملتزمين جدا، ليها طريقه خاصه في التدريب، ومعاها مدرب كفء جدا. انا بحييه على الهواء من هنا وبشكره، كابتن احمد عبد الراضي عمل نتيجه في البحر المتوسط، وعمل نتيجه تستحق الفوز يا بطل، شرفتنا وشرفت مصر. وكمان برضو انا عايز اقول حاجه في الكواليس برضو، طالما انت حضرتك لدمت مع نانسي بقى في الهك... نانسي كانت عايزه تروح الاولمبياد. لا ده كانت خناقه بيني وبينها. يعني بص، طبعا حلم اي رياضي ان هو كان يروح الاولمبياد، واحنا في التصفيات كان عندنا مشكله في استضافه البطوله الافريقيه، اتلغت وجا الاتحاد المصري الجمباز جاب البطوله، عرضنا على الاتحاد الافريقي ان احنا مصر تستضيف البطوله فول اكوموديشن لكل البعثات عشان يرضوا ييجوا عشان البطوله تقام. طبعا اذروايز البطوله هتتلغي، واحنا هنفقد اربع اماكن في الاولمبيكس. عرضت الكلام ده على المهندس هشام حطب والمعالي الوزير، والاثنين وافقوا، وخدت الموافقات وعملت اجتماع 3 ساعات ونص، وخدنا موافقه بالاجماع من الدول الافريقيه، وجم فعلا عملنا البطوله. كان حلم نانسي انها مركزه انها على الاولمبيكس. كان في يوم انا فاكر اتكلمنا مع بعض نص ساعه في التليفون، وكان الكونكلوجن بتاعنا ان انا بقول لها ركزي في كاس العالم، وهي عايزه تركز في، وهي بتقول لي انا عايزه اركز في الاولمبياد. وانا بقول لها يعني هيجي اليوم اللي هتعرفي فيه اللي انا قلته كان اهم 100 مره، واحنا يمكن اول ما قعدنا هنا قلت لها ها دلوقتي صح، ايه الاخبار دلوقتي. هي فعلا لا، نانسي بوتنشال، وعندها البوتنشال القوي قوي، لعيبه مميزه على جهاز الحصان طبعا، على فكره عندها نط اقوى من دي تمام، وده اللي ان شاء الله باذن الله خططت. طب هنداري على الموضوع ده على شبابك ان شاء الله. خلينا اعزائي المشاهدين، عملنا تقرير عن الجمباز وانجازاته، خلينا نشوف كده ورا حضراتكم ده. نجح الجمباز المصري في معانقة الذهب العالمي في بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، والتي احتضنتها ملاعب استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من الأول وحتى 7 يونيو الجاري، بعدما استطاع الثنائي نانسي طمان وعلي زهران في حصد ذهبيتي جهاز حصان القفز والحلق، كما نجحت مندي عصام وزينة إبراهيم في حصد برونزيتي جهاز الحركات الأرضية وعارضة المتوازي. وشارك في البطولة التي أقيمت على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وحظيت باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولى في قارة إفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة. وأشاد مسؤولو الاتحاد الدولي للعبة بقدرات مصر التنظيمية الهائلة، لا سيما بعد ما لمسوه من قدرة كبيرة على إخراج البطولة على الشكل الأمثل وبأيادي مصرية خالصة، وسط تطبيق كامل وصارم لكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. وتعد هذه النجاحات استكمالا لما قدمه اتحاد الجمباز خلال الفترة الماضية، بعدما ضمن صعود 11 لاعبا لأولمبياد طوكيو المقبلة في عدة أفرع، سواء الجمباز الفني أو الإيقاعي أو الترامبولين. ويأمل مجلس إدارة اتحاد الجمباز في حصد المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بمختلف الألعاب والأبطال الرياضيين.
لو انا يعني لو حد يعني قال لنا ان البطوله دي في اوروبا هنصدقه، يعني لو احنا جبنا لكم الفيديوهات دي وعرضناها على حضراتكم وقلنا البطوله دي في دوله بره هتشوفوا، هتقولوا الفرق، مش هتقولوا لا مش حاسين بفرق خالص، صح يا دكتور؟ لو ما فيش دوله في اوروبا تعرف تعمل بالمنظر اللي احنا عملناه ده. اقوى صح. كاس عالم بيتعمل في فرنسا، احنا الحمد لله البطوله اتعملت اقوى واشيك وافضل وتنظيميا اعلى. طب والفيديوهات موجوده على اليوتيوب. طب احنا شايفينها، احنا شايفين يا دكتور. طب قول لي يعني الحضور، حضرتك بتقول لي في شخصيات كبيره جت ما كانتش بتيجي اصلا. البطوله دي حضرها رئيس الاتحاد الدولي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، اربع رؤساء قاريين، رئيس الاتحاد الاوروبي، رئيس الاتحاد الاسيوي، رئيس الاتحاد الافريقي، اعضاء المكتب التنفيذي. بالظبط اللي ما جاش من الاتحاد الدولي ثلاث افراد علشان ما عرفوش يجوا، انما هم كانوا عايزين يجوا. كل الاتحاد الدولي جه. الله. ما كانش عنده يعني، هم جايين عشان يشوفوا الحدث، بس الناس لما جت ودي لقطات وصور من البطوله يا كابتن كمان. طبعا اتفضل. الناس حصل لهم نوع كبير جدا من الانبهار، اعتماد الاتحاد المصري للجمباز ان هو ما يستخدمش اي شركات من الاتحاد الدولي، وان احنا هنعمل كل حاجتنا هنا. ده اثار فضول غير عادي. احنا يعني ايه؟ لا فسر لي دي يا كابتن، يعني ايه شركات؟ يعني بطولات الجمباز غالبا لما بتيجي اي اتحاد يستضيف اي بطوله بيرسل الاتحاد الدولي وبيبعت لك شركة التصوير، شركة الـ نعم. السكورينج، شركة اللايت، شركة بتاعة الاتحاد الدولي. وفي سبيكس مريعة، أنا لما دخلت في التفاصيل يعني حاجة صعبة جدا إن أنت تحققها، والحمد لله حققناها بمصريين، كلها بناس مصريين، ستاندرز كلها كله مصريين. بما فيهم السكورينج سيستم. السكورينج سيستم ده حاجة يعني صعبة، من عارف اختراع موجود عندنا في الاتحاد الدولي، وده أي حد أي دولة عايزة تعمل بطولة خطب الاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي بيبعت شركه من شركاته تيجي تعمل السكورينج سيستم عندك. احنا ما احتجناش، قلنا لهم شكرا. طب كان رد فعل الاتحاد الدولي ايه؟ هم كانوا مستنيين الغلطه وكانوا قلقانين طبعا، لان لا انا اللي حاسب على الفاتوره دي. أنا حاسب على طول الغلطه في دي بالذات توقف الاتحاد. بس عاجبني فيك ان انت تشديت للمسؤوليه. كنت مقتنع ان احنا نقدر، وخدت المسؤوليه، قعدت يمكن مع الدكتور اشرف واتفقت معاه، قلت له الموضوع ده هيوفر معانا اكتر من 10 مليون جنيه. قلت له انا بصراحه مش رافض ان احنا ندفع المبلغ ده، لان انا عشان اجر السيستم واجيبه ويتنقل. لا انا عايز اعملها ب قلت له هنعمله عندنا في مصر بتكلفه اقتصاديه. قال لي هتقدر؟ قلت له حاضر، وعملته. انت قلبك جامد قوي قوي. لاعب جمباز قلبك جامد قوي. ناس يقول لي طيب يعني اكيد يعني الجمباز ما دخلتهوش صدفه، يعني اكيد الجمباز انت بتلعبي اول في المؤسسه العسكريه في اسكندريه صح؟ طيب بدايتك ازاي؟ يعني ايه اللي خلاك تخش الجمباز، خاصه العيال الصغيره ما بيحبوش الجمباز؟ الجمباز لعبه صعبه وتمارينها لا والمرونه بس دلوقتي بقوا بيحبوه على فكره. ده انا شفت لعيبه بتعيط. لا 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 بطلنا الكلام ده خلاص، خلاص كل الكلام ده اتغير. بس انت يمكن ايامك كان صعب، دخلت ازاي؟ التحقت ازاي بالجمباز؟ هو انا وانا صغيره كنت شقيه شويه، وبابا كان بيحب الجمباز، وبعدين جه في يوم كده خاله اخدني وداني اول تمرين ليا. كان ومن فين؟ ساعتها بقى كان فين في اسكندريه في الاستاد. تمام. كنت بلعب الاول في نادي الاولمبي، وبعدين مشيت ولعبت في نادي المؤسسه. كان عندك كام سنه اول ما بدأت؟ اربع سنين. خبر ابيض، صغيره قوي. بس حبيتي انت الجمباز، لقيتي نفسك فيه؟ حبيته، لقيت نفسي فيه فعلا، كنت ماشيه فيه كويس، طلعت طاقتي والشقاوه كلها جوه الجمباز. كنت هايبر، سوبر هايبر بلعب طاقه مش قوي، بس كان عندي يعني الامكانيات كلها ان انا ابقى لعيبه جمباز. والصراحه كل اللي حواليا ساعدوني جدا، اهلي كلهم وقفوا معايا، والمدربين اللي مرنوني وانا صغيره، يعني ناس كتير امنت بيا ان انا اقدر ابقى بطله وكده، والحمد لله. طب قولي لي يعني شعور اسرتك، سواء بابا ماما اخواتك، يعني كلميني على اللحظات دي، لان دي تبقى فيها بمنتهى السعاده. بتجري بعد ما تاخد الميداليه، بتجري على التليفون تشوفي بابا كلمك ماما، يعني كلميني. اول حاجه الصراحه بروح جاريه مكلمه ماما فعلا. عشان بيبقى غالبا بابا متوتر بيبقوا فرحانين طبعا. معظم البطولات بابا مش بيتفرج عليا طبعا، بيبقى من كتر ما هو متوتر ممكن يسيب الملعب ويطلع يقف بره يستنى لما اخلص وبعدين يدخل يتفرج. يتفرج على الجمباز صعب فعلا، صعب فعلا، خاصه بقى لو بنتك او ابنك بيلعب بيبقى الموضوع صعب. يعني احنا قاعدين في المقصوره يعني، وهم بيلعبوا في يوم في ساعه البطوله بيبقى اكني بلعب معاهم، صح؟ يعني بنبقى في حاله توتر غير عاديه. انا عايز اقول لك يا دكتور، الجمباز لحظه يعني لحظه غلطه مش هتبقى التاني، بره خالص بره خالص، يعني يا اول يا مفيش.
يعني الدقيقه اللي وقفتيها انت وشفناها على الشاشه دلوقتي اللي انت بتجمعي نفسك دي بتهيألي بتمر على حضرتك وعلى اسرتك. اصعب وقت اصعب وقت على اللاعب التوقيت ده بيبقى اصعب وقت على بس وانس ان هو بيبدا يجري خلاص يعني ادم بدا خلاص. طب وقولي لي جريتي على ماما قلت لها ايه بقى يعني بقى اول ما خدت الميداليه؟ بس اللحظه دي بتبقى محتاج ان احنا نوصفها لان بتبقى من اللحظات اللي الواحد بيعيش عمره كله عليها. يعني مش عارفه الصراحه كنت انا وهي بنعيط تقريبا لان عارف الميداليه بعد تعب ومجهود كتير فاول بقى ما بلبس الميداليه وعلم مصر بيشرفها بحس ان انا الحمد لله وصلت. هي كان طعم الميداليه عندها مختلف تماما لان هي كانت طالعه انا هقولها بصراحه يعني كانت زعلانه جدا انها ما راحتش الاولمبيكس فالموضوع ده كان مأثر فيها نفسيا جدا فالميداليه دي سبحان الله جت بعد مكافاه ربانيه بالظبط الحمد لله فيعني كان فرحتها كبيره قوي بالنسبه لنانسي وانا حسيتها معايا يمكن هي فضلت او حضرتك كمان بالاخص وجهتي طبعا سمعه مصر واسم مصر عن مجد شخصي اكيد صح ولا انا غلطان؟ اكيد صح. يعني انت فكرت في اسم مصر بس طول على ارضنا ما بناخدش ميداليه وده اللي كنت فعلا. والله بقرص عليها بس هي في الاخر سمعت الكلام لا وعايز اقول لك لا بشوف ربنا لما 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 يبقى كل القياده في الدوله بتهنيكي وتلاقي نفسك على السوشيال ميديا كل الصفحات بتبارك لك وصورك ماليه وفجاه وبتاع مكافاه اكيد ربنا يا دكتور سبحان الله ويثبت لك ان حضرتك كنت صح الحمد لله وانت كنت صح ان انت التزمتي بالتعليمات وحطيتي سمعه البلد واسم البلد قبل مجد شخصي ليك ان تشارك في الاولمبياد اكيد طبعا اكيد سعيده اكيد الحمد لله. طب ايه اللي بعد كده الخطوه اللي بعد كده ايه؟ احنا عندي بطوله الاسبوع الجاي ان شاء الله على طول كده كاس عالم كاس عالم تاني مؤهل ده كاس عالم مؤهل للاولمبياد بس احنا لازم ابطالنا يشاركوا فيه لازم ان شاء الله باذن الله في الدوحه فين؟ الدوحه الدوحه ده كان مهدد بالالغاء واحنا على فكره كان رئيس الاتحاد الدولي طلب مننا في مصر اثناء البطوله كان في اجتماع مع معالي الوزير وطلب قال لو في حاله تعذر اقامته في الدوحه يجي مصر قلنا له هنستضيفه في مصر يعني هم اللي طلبوا ووافقنا وهتقدروا تستضيفوه حتى الدكتور اشرف بص لي قلت له تمام احنا جاهزين قلت له خلص الخماسي ونبدا تاني قلت له في نفس الملعب ما تقلقش قال لي قلت له ما تقلقش قوي احنا عايزين نستنسخك يا دكتور يعني عايزين نعمل منك استنساخ بكذا مكان والله هقول لحضرتك حاجه الهدف سهل ان انت تحط هدف واضح وتركز فيه وتشتغل عليه وتنسى بقى الكلام يعني تنسى كل اللي بيتكلموا حواليك والإحباطك والاحباط واصل دي ما اتعملتش لازم يبقى فيه تارجت قدامنا واحنا على فكره يمكن جيت هنا قناه الاهلي من سنتين ثلاثه وقعدت مع حضرتك طبعا ده مكانك والكلام اللي انا الكلام اللي احنا قلناه من اول يوم من اربع سنين كله تنفذ احنا مش شغالين انا مش شغال وتأهل 11 انت وعدت 10 انا فاكر وعدت قلت الماكسيمم كوتا 11 قلت ان شاء الله هيتأهل عندنا 10 الحمد لله خدنا ال 11 ده يدل ان احنا شغالين مظبوط طبعا نتفق او نختلف او حد يقول لا اصل المستوى اصل وكان ممكن يبقى احسن شويه اقل شويه لا مش مشكلتنا التارجت اتحقق زي ما اتقال مع ان التارجت ده كان صعب على اللعيبه كان صعب على الاتحاد كان صعب على امكانياتنا كان صعب انما انت النهارده الدوله بتتطور كل يوم بتسمع صالات بتتفتح جديده صحيح بنيه تحتيه مدن صحيح مدن بتتعمل جديده وعلى المستوى البشري كمان انا حضرتك انا دكتور اشرف طالب مني ان انا اروح العاصمه الاداريه انا طبعا ما كنتش فاضي اليومين اللي فاتوا خالص يعني قال لي روح بص على الصالات قلت له حاضر صالات مش هروح اتفرج على صاله صالات صالات ان شاء الله يعني انا حضرتك انا بتفرج على الـ على الـ على الـ على, الـ على, الـ على السوشيال ميديا كل يوم انشاءات جديده صحيح. مدن جديده يبقى احنا كمان لازم اللي مش هيواكب هذا التطور هو الخسران برافو عليك وده اللي كنا عاملينه في الجمباز صحيح احنا وده الاتفاق اللي انا اتفقته مع اتحاد الجمباز واسره الجمباز بالظبط احنا لازم نواكب موجه التطور اللي موجود اللي مش هيتواكب الموجه هو الخسران هو الخسران هو الخسران لا ده انا عايز اعرف منك كمان انت اول ما جيت كان الاتحاد مهدد بالايقاف وجيت في لجنه وبعد كده مسكت الاتحاد لا ده انا عايز اعرف بس تفصيل خليني اطلع لفاصل اعزائي المشاهدين الموضوع ده هيطول بس محتاجين نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني مكملين حوارنا عن الجمباز استنونا عندنا مفاجآت كتير ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد دكتور ايهاب رئيس اتحاد الجمباز اول ما حضرتك توليت المسؤوليه يمكن توليت في انتخابات 2017 بس قبلها جيت على راس لجنه كان الاتحاد معرض للايقاف الدولي نتيجه قصص وحوارات احكي لنا الموضوع بقى موضوع اللجنه وجيت من بعيد ازاي لغايه ما شفنا المنظر اللي علينا يعني مع الترابيزه الماليه هو كان في مشكله في الاتحاد المصري للجمباز لمده
سبع أو ثمان سنين مشاكل كتير أدت في الآخر في 2015 الاتحاد الدولي أصدر قرار بإيقاف الاتحاد المصري للجمباز. عناوين المشاكل دي يعني مش هنقول كلها، اهم مشكله المنشطات مثلا؟ لا 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 خالص، كلها مشاكل اداريه تمام. اختلافات خلاص خلص. تمام اتوقفنا 2015 جيت مع لجنه معينه كان هدفنا ان احنا نرفع هذا الايقاف، عملنا فعلا البروسيدجرز كلها المطلوبه. الدوري طلباته ايه ومشيتوا عليها في رفعت 6 شهور خلصنا تمام. يعني في 6 شهور كان الموضوع خلص والامور زي الفل. ودي كانت بناء كبير. على طلب اللجنه الثلاثيه مهندس هشام والدكتور حسن، كان الدكتور المهندس خالد ساعتها تمام بالظبط، وخلصنا المهمه بتاعتنا وكنا عايزين نمشي. ف اتمدلنا تاني عشان قانون الرياضه كان لسه مخلص سنه عشان يطلع النور. قعدنا سنتين يعني احنا كنا جايين 6 شهور قعدتوا سنتين قعدنا سنتين دخلتوا بقى في التهاليز اللعبه. ما كناش قادرين نشتغل قوي بس اخر 6 شهور بدانا نتحرك شويه ونحرك اللعبه، وانا كنت ايامها خلاص حطيت بلان اللعبه وكان ايامها فعلا اللي بشكره شكر جزيل يعني اللي كان مقتنع بيا قوي وما زال لحد النهارده من اقوى المؤيدين ليا واللي ساندني في مجال الاتحاد مهندس هشام حطب. هو اكتر رئيس واحد لجنة الأولمبية طبعا اكتر واحد في مصر وقف معايا وحارب معايا في الانتخابات عشان امسك الاتحاد لانه شايف فيك حاجه. الوحيد الوحيد في مصر اللي كان واقف في ظهري في الانتخابات دي. ربنا كرمني وانتقلت وقلت ما خسرتوش. لا ورحت قلت له قلت له الوقفه دي نتحاسب بعد 4 سنين. قلت له انا زي ما انت وقفت معايا انا لازم اشرفك والحمد طبعا. لله كملنا الشغل. كان البلان جاهز يعني من اول يوم قعدنا مع المجلس كلنا مع بعض، انا معايا مجلس يعني احسد عليه ما شاء الله. كلهم ناس محترمه، كلهم ناس ذوي حيثيات في المجتمع، في منهم رجال اعمال، في منهم اساتذه وعمداء كليه التربيه الرياضيه، يعني لا كلمه كبيره قوي. المجلس تعاون كبير جدا بيننا وبين بعض، متفاهمين، حطينا خطه. اول يوم اول اجتماع قعد 8 ساعات ونص طبعا 8 ساعات ونص حطينا فيهم خطه الجمباز الاربع سنين كاملين. لحد النهارده احنا شغالين على الخطه اللي اتحطت في هذا اليوم وبالتشكيلات اللي اتحطت احنا تقريبا عندنا نوع من انواع الاستقرار التام. يعني ما حصلش تعديلات ما حصلش تعديلات لا في الاجهزه الفنيه او بسيطه جدا لحظات خلال الاربع سنين. الاتحادات اللي مالهاش حس يعني بتشتغل في صمت يعني. بس خلينا برضو اجي ننسي برضو نديها حقها طبعا، دي بطله عالم ونجمه كبيره جدا طبعا. طيب خلينا نقول ان بطلة انت بحر متوسط كمان ده 2018 لسه بتقول كمان يعني. خلينا نقول ان انت اكيد في مدرب اثر معاك يعني، في مدرب حطك على التراك الصحيح سواء في البطولات الدوليه او في المحليه. مين اكتر مدرب اثر فيكي وحسيت ان هو ادالك شخصيه البطل العالمي؟ هو انا اول ما بدات مع كان في معايا مدربين كتير بس كان في مدرب متولاني قوي من وانا صغيره كابتن محمد مدكور اسكندريه ده كان بدأ معايا وانا صغيره ووقف معايا كتير. كان هو اللي اسسني تقريبا حوالي 4 أو 5 سنين. او كنت وصلت كام سنه بقى؟ حوالي 10 11 سنه مثلا. ده سن تشكيل اللاعب في الكومباس بيتهيألي يعني على أعتقد. كان يعني كنت تقريبا بدأت يعني اخذت البدايات كلها بتاعه اللعبه الاساسيات يعني يعتبر للعبه. وبعدين لما اتنقلت النادي اتمرنت مع كابتن ياسر فاروق طبعا قعد معايا شويه كتير وطبعا لعبت معاه بطولات دوليه واخدت بطولات افريقيا لغايه ما بدات مع كابتن احمد عبد الراضي. بدات بقى لسه كابتن دكتور هاد مشيت بيه طبعا او بدات بقى سيستم مختلف خالص بنظام مختلف تماما عن ما كنت ماشيه. هو ده اللي وصلني اكتر ان انا اوصل للميداليه دي. لان انا بقول لك انا اتمرنت مع كابتن احمد قد ايه؟ من 2015 يعني هو من اول ما بدات معاه واحنا بنستعد للميداليه دي. طيب يعني خليني اقول انه برضو اللاعب يعني انت اكيد قابلتك صعاب يعني اكيد تعليم الدراسه طبعا كان موضوع صعب. انت اتخرجتي خلاص طبعا اكيد اتخرجت واكيد خد من مجهودك كتير لان طبعا نفس الكلام بالنسبه لكورونا. كورونا جت لعيب الجمباز فيزيكال فقعدتك في البيت في لوك داون كامل اكيد ده كان صعاب. كلميني عن فتره الدراسه وبعديها موضوع الكورونا. والله فترة الدراسة أنا كان في أوقات برجع قبل الامتحان بيومين كانت مديرة المدرسة كانت يعني بتنهار تقريبا.
في الجامعة كان في أوقات كنت بأجل الامتحان عشان خاطر عندي بطولة طبعا. ودي حاجة يعني كانت صعبة, مش سهلة. لازم يبقى في دعم من وزارة التربية والتعليم سواء والتعليم العالي. الموضوع بيبقى فيه صعوبات كتير قوي لكل الابطال في كل الالعاب. لازم استثناءات, لازم الابطال يبقى ليهم استثناءات في مواعيد امتحاناتهم, في طريقه ذاكرتهم. الموضوع ده بيواجهوا صعاب. لا والاكثر كمان الطلبه اللي بيبقوا في كليات التربيه الرياضيه بيواجهوا صعوبات اكتر, الحضور حضور وغياب الكليات العمليه. طب خلينا يا دكتور ناخد احد ابطالك اللي شرفوك في كاس العالم ده, معانا زينة ابراهيم اللي طبعا حصلت على برونزيه عرضة المتوازي. اهلا بيك يا زينة. اهلا بحضرتك. وطبعا نسيت اقول ان انت متاهله لاولمبياد طوكيو كمان, الف مبروك. الله يبارك فيك. يعني كلميني عن انجازك الجميل. يعني طبعا اكيد برونزيه عالم وعلى ارض مصر, اكيد دي كانت حاجه يعني اسعدتك. كلميني عن شعورك لما حصلت على الميداليه دي. طبعا انا اول ما طلعت على المنصه كل الصعوبات والتعب يعني كان احساس صراحه حلو قوي. كل حاجه نسيتها بس يعني كانت الميداليه بصراحه حلو قوي يعني. وان ده اول كاس عالم يتعمل في مصر وان انا شارك فيه, طبعا كل حاجه كانت حلوه, التقديم كل نواحي كانت حلوه بصراحه. ودي حاجه مشرفه جدا يعني, انا كنت مبسوطه جدا من البطوله. طب زينة قولي لي, ده اول كاس عالم ليكي تلعبيه ولا لعبت قبل كده؟ لا اول كاس عالم يتعمل. يعني لسه ما شاء الله. لسه صغيره ما شاء الله, 17 سنه مش كده؟ يعني لسه ان شاء الله عندك العمر يا رب يديك العمر ويحفظك من الاصابات. طب يعني هتعملي ايه في الاولمبياد بقى يا زينة؟ ان شاء الله في مصر. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انت متحمسه للموضوع ده؟ يعني عندك هدف تروحي تاخدي ميداليه ان شاء الله ولا ايه؟ قولي لي. ان شاء الله يعني بقى من احسن اللعبات اللي هناك. طب قولي لي مين اللي كان بينافسك على التاهل برضو يا زينة, عشان برضو الساده المشاهدين يعرفوا, لان انا اعرف ان كان منافسه مصريه صح؟ لا هو في بنات يعني معايا من مصر برضو, وكان فيه من جنوب افريقيا ومن الجزائر. وكان الجزائر, كان الدكتور ايهاب بيقول الجزائر. طب مين اللي جه بعديكي في المركز الثاني والثالث يا زينة؟ زي ما قلتي الفريق الكابتن اسمها فرح احمد, والثالثه. طب قولي لي يا زينة, انت رايحه بطوله الدوحه اللي جايه الاسبوع الجاي ولا لا؟ رايحه ان شاء الله. طب ايه مستعده كويس ولا ايه النظام؟ لا ان شاء الله. على فكره دكتور ايهاب امين قاعد اهو بيقول لي ده هي طالعه من التمرين وراجع, مش يعني ما عندناش هزار, ده بس عشان خاطرنا يعني خليك تسجلي معانا. فعايزك تشرفي مصر يا زينه زي ما شرفتونا. طب انت قولي لي, انت كنت سعيده اكيد طبعا دي اول بطوله عالم ليكي في مصر, الاجواء والفرحه وان كل مصر كانت متابعاك ولا لا؟ طبعا كان في تشجيع ودعم كتير قوي. انت حسيتي ده كلعيبه؟ يعني انا برضو عايز اعرف احساس اللعيبه. طبعا الاتحاد ورئيس الاتحاد طبعا منورنا مشرفنا, حاسس بالدعم. انت كلعيبه حاسه بالدعم ده ولا لا؟ طبعا كتير كان. يلا ربنا يكرمك يا زينة. زينة ابراهيم طبعا لعيبه الجمباز, وبشكرك شكرا جزيلا. وطبعا حصلت على برونزيه عرضة المتوازي وكمان تاهلتي للاولمبياد طوكيو, بتمنى لك كل التوفيق يا زينة ان شاء الله. طيب يعني احنا لازم نطلع لفاصل. بشكرك يا نانسي, انت طبعا يعني هتخرجي في الفاصل وهينضم لينا علي زهران طبعا النجم الكبير اللي خد ميداليه ذهبيه. والدكتور بعد اذن حضرتك نكمل معانا ان شاء الله, لان لسه عندنا كلام كتير نقوله. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونستقبل طبعا مع دكتور ايهاب امين, معانا طبعا على علي زهران نجم منتخب مصر واللي حصل على الميداليه الذهبيه في الحلق, ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد, برحب طبعا بكابتن علي زهران لاعب منتخب مصر للجمباز واللي حصل على ذهبيه جهاز الحلق في كاس العالم اللي فات. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك, الف مبروك. يعني الميداليه منوره وانت منور طبعا اكتر, ما انت اللي جايب الميداليه طبعا. الله يبارك فيك. بس طبعا اكيد كان شعور حلو. شعور جميل ورائع الصراحه. يعني قول لي انت وانت داخل البطوله يعني, ودكتور ايهاب معانا هو هيشاهد على الحدث, كنت حاسس انت هتاخد ميداليه ولا بتقول يا رب يعني زي ما تيجي؟ داخل البطوله عارف ان في منافسه, داخل عايز احقق الميداليه, داخل فكر ان انا عايز احقق ميداليه وتكون ميداليه ذهب ولا اي ميداليه؟ لا تكون ميداليه, داخل عايز احقق ميداليه. الجمباز زي ما الدكتور كان بيقول لك ان صعب, نبقى كلنا قاعدين, الغلطة منه الشعرة بس بسيطة, هفوات كتير يعني اقل من الالف, يعني بنتكلم في حاجات زي كده دي ممكن تبقى تضيع منك الميدالية.
مش ميداليه بس ده يعني بتطلع اوت فالتركيز بيبقى لا يعني كتير طبعا لكن ان انا داخل عندي حافز وعندي شعور ان انا اجيب الميداليه الذهب وثقه ده اللي انا كنت بحضر نفسي ليه ومهيئ نفسي ليه عشان ان انا اقدر ان انا اخد الميداليه الذهب ده باحسن جمله باحسن سكور. طب قول لي يعني مين اللي كان بينافسك؟ طبعا دي لقطات لعلي في البطوله كانت منافستنا هنا دي بعد ما ضمنت الميداليه ولا هنا بعد ما ضمنت الميداليه لان انا نزلت حسيت ان انا عامل جمله حلوه حسيت ان انا عملت اول ما نزل فينش احنا عرفنا خلاص كده او كده الناس كلها يعني حلو لما الناس كلها لا عشان احنا فاهمين خلاص انت نزلت الحمد لله بالظبط دايما بيبقى الجمله الروتين بتاعي مثلا لو في اخطاء بسيطه او في حاجات ببقى عارفها فببقى مركز فيها لما انا بحاول اديها بالظبط بالشكل المظبوط ببقى عارف ان الحكم خلاص يديني الدرجه الكويسه. طبعا كانت منافستنا بفريق الثمانيه الاوائل اوبروس واوكرانيا ودول كانوا اكتر منافسين لينا جامدين طبعا الناس كانت لسه جايه اصلا من بطوله اوروبا وكانوا مؤهلين اولمبياد وجاهزين نفسيا طبعا وبيجهزوا نفسهم تجهيزا للاولمبياد فكانت في منافسه طبعا عايزين يحققوا حاجه حكام اوروبيين حافظينهم وحافظيننا طبعا بس يعني كرمك فعلا الحمد لله طبعا اكيد موجود. طب قول لي في حركه مسجله باسمك في اتحاد دولي طبعا ايه قصه الموضوع؟ قصه الحركه دي كانت كان في وقت كده يعني 2010 مجموعه كده كنت بشوفهم بيعملوا حركات جديده طبعا الموضوع ده موجود من زمان بس انا يعني ركزت فيه ان السنه دي كان في كذا واحد عمل حركه جديده على جهاز الحلق وابتدت تتسجل باسمه حبيت شويه ان انا 2010 2011 انا سجلتها امتى سجلتها 2013 طب ازاي بتسجلها يعني بتعملها وبتسجلها ازاي بتعملها بتكررها وبتقدمها للجنه الفنيه الاتحاد الدولي مع اللجنه العالم في بطولة العالم بيسجلها فيديو وعلى فكره لا بتكتبها وبتقدمها بتقدمها اللي انت هتعملها بالظبط وتنزل تعملها في بطولة العالم قدام اللجنه بالظبط كده الحكام بتعملها في البطوله وبيعتمدوها او لا حلو طبعا بالزبط. عملتها انت في سنه كام 2013 واعتمدت وسجلت باسمك واعتمدت وسجلت باسمك حد بقى من اللعيبه الدوليين وكان وكان في الاول في لا مش هتتسجل يعني يعني كان في في تقديمات لمده سنتين بنعمل كاسات عالم وبنقدم ونروح ونيجي والكلام ده فعلا يعني اجتماع يمكن كان ايامها في بطوله كاس الشهيد في الكويت ايوه كان بالزبط. علي معايا وكان رئيس اللجنه الفنيه قعدنا علشان يقتنع ان احنا نسجل ان كان في ناس معترضه لا 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 مش هنقبلها لا يعني فاخدت فتره يعني بره الملعب كمان طبعا طبعا في شغل كتير شغل وبتاع وبنقدم وفي فورم كده بتتعمل واجتمعنا قبلها كده معاهم برضو اللجنه الفنيه كان في بطوله في الكويت وقبل ما نروح كنت انا والدكتور والدكتور اسامه واللجنه الفنيه وابتدوا يبعتوا احنا عايزين ايه يعني بعتوا لهم ايميلات للاتحاد الدولي للجنه الفنيه للاتحاد الدولي ان احنا عايزين الحركه تعتمد ونحاول نقول لهم دي يعني معموله بالطريقه المظبوطه او بالوضع صح طب انت عارف بيها واعترفوا بيها طبعا واتسجلت باسمك واتسجلت باسم طب احنا عندنا كام لاعب مسجل حركات باسمه في اتحاد دولي علي بس علي بس علي بس هو اول لاعب مصري وعربي وافريقي كان يعمل الحركه ويسجل اسمه ومن اعلى سكور اف من اعلى السكورات اللي هي بوينت 16 واعلى الصعوبات اف طب وهل في حد يعني عملها بعدك من لعيبه دوليين كبار يعني حد خد الحركه منك ودخل بيها في جمله مثلا عملها بص هو الحركه ولا خلاص بقى باسمك ما حدش يعملها لا لا من حق اي حد يعملها في لاعب من انجلترا عملها تمام وفي لاعب من فرنسا عملها برضو اللاعب يعني اللاعب اللي انا كنت بقى مبسوط جدا وهو يعني بيعملها كان في اللاعب الفرنساوي اللي اسمه رودريجيز رودريجيز كان ليه وضع كده من نفس الحركه دي بس بيعملها من حركه ثانيه يعني ليه ربط بشكل ثاني للحركتين بتاعته فلما عملها برضو كان حاجه مبهره بالظبط عملوا لنا ساعتها تصويت ما بيننا احنا الثلاثه انا واللاعب الفرنساوي وبتاع انجلترا كنت افضل بوزيشن للحركه هو انا ما شاء الله ما شاء الله تاريخ كبير على حاجه جميله يعني الميداليه دي عرفتك بالناس اكتر يعني الميداليه دي خلت الناس تعرف الشغل اللي انت عملته سبحان الله بتبقى مكافاه ربانيه لما بتيجي على ارض مصر طب بص يا دكتور انا اتكلمنا في السيجمنت الاولاني او في الفقره الاولى عن ما مضى الحمد لله عدينا منه باقتدار والدنيا جميله ونجحت فيه باقتدار الحقيقه الحمد لله طيب خلينا نتكلم على اللي جاي الاول هبتدي الاول اللي جاي ايه بقى خلينا نطمن على مستقبل الجمباز هل في لعيبه بروميسنج عندك شايف فيهم علي شايف فيهم نانسي عندك جيل بروميسنج يقدر يعمل نفس الانجازات دي فكرت شويه لا مش فكرت انا مش عايز اقول كلمه بس هما
احنا عندنا لعيبه مخضرمه وعملت انجازات كبيره، بس احنا الطبيعي ان انا المفروض تبقى طموحاتي ان اللي جاي يعمل احسن. صحيح ده طبعا. ده انت امين مع نفسك. انا بس فكرت بيها عشان اقولها بشكل يعني كويس. بس صحيح انت امين مع نفسك، عايز اللي جاي لازم لازم اللي جاي يبقى احسن طبعا عشان ابقى طالع. بالظبط كده. احنا اخذنا الفتره اللي فاتت عشان نوصل لهنا. حلو. ده كان طموح وحلم ان احنا نوصل لهنا علشان نبدا ممتاز نشتغل. تفكير سليم. يعني يمكن الكلمه اللي الناس كلها بتاخدها عليا ان انا كل ما بيقولوا مبروك على كذا اقول لهم احنا لسه ما عملناش حاجه. يمكن الكلمه دي مع علي على طول، كل ما يجي يتكلم اقول له علي احنا لسه ما عملناش حاجه، يقول لي ده احنا حلو قوي كده. يعني حتى من واحنا في فرنسا، يعني كانت اول ميداليه ذهب ليه كنت انا معاه هناك. بالظبط. اول ما جبنا الميداليه فبقول له اللي جاي، لا مش ده اللي وقف، احنا اللي خلاص ده خلص خلاص. الجمباز في مصر النهارده الهدف بتاعنا. النادي الاهلي يا كابتن ولا ايه؟ النادي الاهلي دايما بيقول كده اللي فات خلاص. يعني حتى كابتن محمود الخطيب في كل رسائله اللي فات خلاص خلص خلاص. ولا يبقى شكلك كده البطوله خلصت. شكلك كابتن اهلاوي والله، ولا شكلك يعني انا مش عايز احلجك على هوا يعني برضو عشان انت رئيس اتحاد، بس النادي الاهلي فكره كده. يعني النادي الاهلي دايما بيقفل اللي فات واللي جاي، واسلوب كلامك حلو. احنا انا بقالي 5 ايام دلوقتي بتكلم في الاربع سنين الجايين، مش في الشهرين ثلاثه اللي جايين. يعني عندنا جيل يا كابتن. هقول لحضرتك احنا على المجال المحلي احنا هدفنا النهارده الجمباز وصل 25,000 بعد ما كان لاعب ولاعبها. بعد ما كان انا استلمته 2800، النهارده وصلنا حوالي 22,000 ل 25,000 في الرينج ده. انا عايز اقف على الحته دي. حضرتك عارف وانا عارف قانون الرياضه في بند ان تمام. الهدف الاساسي من اي اتحاد هو نشر اللعبه. تمام. انت نفذت البند باقتدار. الحمد لله. يعني من 2000 ل 3000 لاعب دلوقتي بنتكلم في 25,000 لاعب قاعده. الاربع سنين الجايين او السنه الجايه التارجت بتاعي السنه الجايه دي على طول اخش في ال40، وحن ان شاء الله هنوصل ل40,000 في خلال الاربع سنين الجايين. المفروض ان الجمباز يوصل ل100,000 لاعب ولاعبه. تبدا على مستوى الانتشار، على مستوى الجوده المحلي بقى. الجوده او المنتخبات. ايوه. احنا النهارده وصلنا ان احنا دخلنا في الليفل بتاع كاسات العالم، بنحقق ميداليات، بدات الميداليات تتكرر. الليفل اللي وراها ان انا اوصل وفي نفس الوقت يعني في نفس الوضع احنا 11 لاعب، يعني انت موجود في كل فروع الجمباز المختلفه، ودي حاجه صعبه جدا. انت ممكن تهتم بفرع وتنجح وتجري بيه. يعني ممكن كان اسهل حاجه عندي مثلا كاتحاد ان انا اهتم بعلي وعلي الايكون فيجر بتاع الجمباز وعلي بس ونمشي وراه وخلاص وافضل اجيب ميداليات بعلي. بس احنا لا، عايزين علي وزينه ونانسي وكله وللفروع الثانيه. النهارده اللي جاي ان شاء الله ان احنا عايزين التارجت بتاع الاتحاد ان انا اخش الاولمبيكس اللي جايه بفريق. تمام. عشان اتاهل بفريق يعني لازم ابقى احسن من احسن 12 على مستوى العالم في الاولاد وفي البنات. ده التارجت بتاعنا. تمام. وان انا اخش انافس على ميداليات في الاولمبياد بتاعت 2024. انت حاطط بلان كمان. ده البلان بتاعنا. النشاط الدولي جوه مصر طبعا كاس العالم ده هيتعمل كل سنه. السنه الجايه ان شاء الله ربنا يكرمنا يبقى في جمهور. دي حاجه حصري صح؟ نعم. دي حاجه حصري. طبعا. يعني انت هتنظم ان شاء الله كاتحاد او كدوله مصريه، طبعا انت راجل يعني هيئه مصريه، هتنظم اتحاد، هتنظم كاس العالم جمباز السنه الجايه. لا هنظم 4. لا فهمني واحده واحده. 4 كاسات عالم ان شاء الله السنه الجايه. سنه 2022. 4 جمباز فني وكاس العالم. طب ايه الفرق ده عشان بس الناس تفهم الفرق بين كاس العالم وبطوله العالم وليه كاس العالم سيريس؟ حاضر. كاس العالم سيريس لان بيخش الرانك للعيبه. تمام. بوينتس بتضاف للعيب. حلو. تمام. بطوله العالم. بطوله العالم دي اللي بتاهل منها الفرق للاولمبيات. بتتعمل على 3 سنوات، الرابعه الاولمبيات. اول واحده ما فيهاش تاهيل، الثانيه بتاخد احسن 24 فريق، الثالثه بتاخد احسن 12. حلو. لا انا عايز اعرف منك حاجات كتير، بس خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين. هنطلع لفاصل، لازم نطلع لفاصل اعلاني سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل زي ما انتم شايفين حاجات حصري من الجمباز بتتقال في برنامج الابطال، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بكمل حواري مع دكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد فيما هو قادم. احنا قلنا ان زياده القاعده في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وعاملين لها خطه ببلان داخلي ماشيه بخطه ثابته. الخطه الدوليه ان انا هيبقى ان شاء الله السنه الجايه استضيف 4 كاس عالم للجمباز الفني رجال انيسات ايقاعي ايروبيك. دول ان شاء الله هيتعملوا. خدت عليهم موافقه؟ اعتبرها اتوافق عليها. الحمد لله. اذا كان الاتحاد الدولي بيجي لك تنظم له بالظبط لما تطلب هيقول لك خد. طبعا. وعندنا
نوع تاني من النشاط الدولي اللي هو بطولة كأس الفراعنة، ودي احنا بدأناها من سنتين. دي بطولة دولية للأندية والهيئات، يعني يقدر النادي الأهلي يشترك فيها. كان أول واحدة في الغردقة دكتور افتكر. بالظبط كده، كانت أول فيز ليها كانت في الغردقة في 2019. والثانية من شهرين. والثانية من شهرين كانت أكتوبر. للأيروبيك، وبكرة إن شاء الله في نادي 6 أكتوبر. 6 أكتوبر. في صالة الشباب والرياضة. بالظبط كده، هتبدأ الإيقاعي. فيها 12 على فكرة 12 دولة أو 14 دولة. كتير. في ظل ظروف كورونا. ده حاجة كاس يعني العالم جه 17 دولة حضرتك، كانوا مسجلين 42. في كورونا. 6 دول اللي محدش يعرف، في 6 دول دفعوا فول بيمنت وما جوش، ما عرفوش ايران ومشاكل بالزبط. وكورونا فدي دي ازمه. بس ان شاء الله نجحت الحمد لله. وده طب بس خلينا نتكلم يا دكتور على بطوله الفراعنه اللي هتبقى بكره طبعا، لان لازم يديها حقها. بطوله 12 دوله جايين، هدفك من البطوله دي عايز توصل ايه من بعد البطوله دي؟ احتكاك ولا البطوله دي على الرغم انها بطوله دوليه عاديه فيها 2 رايحين الاولمبياد جايين يلعبوا بنات، على فكره دي بنات بس للايقاعي اللي هو بالطوق والشريط والكره اللي هو البطوله جماليه جدا ومعموله بشكل احترافي شويه، فان شاء الله هتبقى حاجه مشرفه فعلا يعني. طب البطوله دي على اجنده الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي اعتمد طبعا البطوله؟ اه طبعا بس كده طبعا معتمد من الاتحاد الدولي. فانا كده هيبقى عندي في السنه الواحده 8 بطولات دوليه. هتتعبنا يا دكتور، هتتعبنا يا دكتور. طب علي اجي لك بقى، يعني طبعا انت يعني بقيت ايقونه دلوقتي لكل الشباب وما شاء الله القاعده العريضه طبعا. الدكتور بيقول عليها 40,000 لاعب دلوقتي ولاعيبه، تعمل ايه؟ نظام تدريبك ازاي؟ بتتمرن ازاي؟ انت طبعا لاعب طلع الجيش، بتتمرن ازاي؟ بتبتدي يومك ازاي؟ بتتمرن كام فتره؟ الفتنس الفني، كلمني التفاصيل اكتر عن حياتك. نظام تدريبنا كمنتخبات يعني في الفتره دي طبعا بعد كورونا وبعد الفتره اللي فاتت وكان التوقف، رجعنا خدنا وقت، كان في معسكر مغلق، الاتحاد يعني قافل علينا في معسكر مغلق عشان الاجراءات الاحترازيه. صحيح. وكان ابتديت التدريب فترتين صبح وبالليل في المركز الاولمبي، تدريبنا في المركز الاولمبي للمنتخبات الوطنيه. طبعا الفتره دي كانت صعبه في الاول، بنبتدي تاني نرجع تاني وعايزين نرجع في اسرع وقت ممكن، يمكن العالم كله كان بيعمل ده معانا بس احنا كنا عندنا تجهيزات، عندنا كاس العالم ده بنستعد له، عندنا بطوله افريقيا المؤهله. فكان بتتمرن كم يوم، كم تمرينه في اليوم صبح وليل؟ بتتمرن يعني في بيبقى في اسابيع مثلا مش اقل مثلا من 3 تمارين الصبح زائد تمارين بالليل اساسي، 6 تدريب بالليل. لا لا ثانيه، يعني لو 3 تدريب الصبح في الاسبوع و6 بالليل، يعني السايكل بتاعتك 9 ل 10 متواصل، دي اقل الوحدات. ممكن تيجي بوحدات تعلى فيها بالكيرف 11 مثلا، تعلى بعد كده مثلا الشهر اللي بعده تعلى بالكيرف وبتبتدي تنزل تاني او تقلل لحد ما توصل لفتره اللي هي الكومبيتيشن. طب الغذاء يعني هل متوفر لكم مثلا؟ التغذيه بتاعتنا ولا طبعا بتاخد بالك من الغذاء؟ هل يا دكتور التغذيه بتاعتنا فيها يعني في متابعه طبعا، المدربين بيتابعوا او احنا بنتابع، وبيبقى في فروق فرديه ما بين كل لاعب والتاني او ما بين البنات كمان والولاد. بمعنى بس التغذيه بتاعتنا طبعا اساسي، في وجبه الفطار اساسي عشان نبتدي يعني يومنا الصبح او تدريبنا الاساسي تبقى عاليه طبعا يعني بروتين، وبتفطر يعني برضو معقول الكميات كلها تبقى بسيطه واللي تديك الباور ان انت تقدر تعمل التمرين. الكربوهيدرات بقى تيجي في فتره الغداء، ده بيكتر فيها الكربوهيدرات اكتر، وبتبتدي ومع السلطات طبعا وحاجات بسيطه، ولو خدت بروتين مثلا قطع بسيطه، وبعد كده بتبتدي تخش تمرين مثلا بعديها بساعه، ساعه ونص، ساعتين تقريبا، تكون مثلا ايه تقدر تدي تمرينه كويسه. بعد التدريب بتكتر البروتين وبتقلل الكربوهيدرات خالص. بالظبط. وده يعني الشكل المثالي تقريبا للتغذيه مع كميه الحمل التدريبي. طبعا في ناس بقى ليهم فروق فرديه بتمشي على جدول بقى بنسب تاني معينه، دي بتبقى الشكل العام بتاعها. بس تدريبنا يعني ده الروتين بتاع تدريبنا. فترات البطولات بيبقى التحميل اكتر للكواليتي يعني عشان الفنيه بالظبط، وفي نفس الوقت بنلعب فيها على الاداء اكتر عشان اللي هو ايه زي بروفات كتير للتجميع للجمل اللي هتعمل زيها في البطوله عشان تقدر في البطوله تخرج بافضل روتين تكسب بيه. طب قول لي علي، بتلجا ان انت تسجل نفسك تمرينه وتتفرج على نفسك؟ هل مدربينك بيسجلوا لك ولا بتكتفي بس بنصايح المدرب؟ يعني انت مثلا طالع تعمل جمله، هل بنلجا ان احنا نصور الجمله عشان اللاعب يشوف نفسه، ولا بتكتفي ان المدرب يقول لك لا خلي بالك ايدك، خلي بالك جسمك؟ يعني كل ده طبعا بيحصل مني، بيحصل من المدرب، البرنامج من اللجنه الفنيه بيجي كنترول متابعه مثلا اسبوعين، كل اسبوعين مثلا عندك دكتور اسبوعين تمام في الاتحاد طبعا، متابعه وتصوير، وبعد كده يبتدوا تاني يرجعوا لنا تاني، نراجع مراجعه لجملنا واخطائنا عشان نبتدي
نوصل لل يعني الحاجات الاخطاء التحكيميه البسيطه اللي تقدر تكسب بيها. طبعا ده في مؤسسه شغاله يعني مش كده يعني انا بس مؤسسة. خلي بالك انا كل سؤال لي معنى. ما في مؤسسه، هو في لجنه فنيه. ايوه لجنه فنيه دي منين؟ قال لي من الاتحاد. وانت طبعا استحدثت اللجنه الفنيه دي عشان تراقب اداء اللاعبين صح؟ كله يعني اكيد النجاح مش بيجي من فراغ. لا خلاص ده شغل وفي مجموعه كبيره 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 موجوده طبعا. كلها بتتابع علي يعني. وعلى فكره برضو يعني يمكن انا قلت لك مثلا انا غلست على نانسي شويه، برضو ساعات اغلس على علي يبقى عايز مثلا اقوم قارش شويه بس في الاخر لينا هدف. اولادهم كلهم لينا هدف بالظبط كده، لينا هدف كلنا. مصر هي رقم واحد، مفيش اي امجاد شخصيه. بس برضو لا لا خالص، حته برضو ثانيه برضو كان علي كان بيقف عليها، حته اللجنه الفنيه جابت فيدباك والله لا انت عندك مشكله كذا مشكله كذا مشكله كذا. طبعا بتعالجوا المشاكل ازاي دي مع مديرك الفني او مدربك؟ بنبتدي نتناقش دي مع المدير الفني، وبيبتدي يدرسها مع المدرب يعني المدير الفني والمدرب، ويبتدي يتكلم معانا ونشوف اخطائنا ايه، ونبتدي نطلع نكررها تاني ونصورها تاني ونشوف انت وصلت قد ايه، نسب نسب التحسن بتاعتك قد ايه بالظبط، ونبتدي نكرر تاني كذا مره لحد ما توصل للهاي كواليتي اللي المفروض تلعب بيه في البطوله. وتبتدي بالذات لما تيجي بوقت البطوله بيبقى عليك بيبقى مركز في جزء بس، وتبقى مركز في الجزء البسيط اللي بتبتدي. دكتور محمد علي يعني معذبهم يعني رئيس اللجنه الفنيه. دكتور محمد علي معذبهم. ده نجاح، واللي جاي ان شاء الله نجاح كبير. قبل كده زي ما الدكتور كان بيبلغ اللي جاي بالنسبه لك يعني. اللي جاي بالنسبه لي في مشاركات جايه، انا زي ما الدكتور بيقول لك انا حضرت اجيال كتير، لعبت كتير، انا 31 سنه دلوقتي ان شاء الله عندنا كاس عالم وعندي بطوله عالم في اليابان باذن الله شهر 10 ان شاء الله هنحقق فيها نتيجه كويسه، ان شاء الله احقق ميداليه في بطوله عالم، ده يعني حلمي اللي جاي، بطوله عالم كبيره زي كده نحقق فيها ميداليه لمصر. كل الناشئين وكل الجيل طالع وكل اصحابي يعني ماشيين في خطه كويسه. الاتحاد دلوقتي كان زمان انت لما بتاخد مثلا لاعب او لاعبين لا انت عندك القدره دلوقتي ان هو ياخد مجموعه يبتدي يشتغل معاها، يصرف عليها في معسكرات، هيوفر لك معسكرات، هيوفر لك بطولات مشاركات كتير، هيقدر ده يستفاد منها، يقدر احساسه بال يعني بالفوز او يعني ان هو يحقق النتيجه ده هيعلى لحد ما يحقق حاجه كبيره طبعا. وده التراك اللي احنا ماشيين فيه، تحضير ميداليه اولمبيه تقريبا بياخد 8 سنين، احنا بقى لنا 4 سنين دلوقتي في فتره كبيره بالظبط. الاربعه التانيين يعني اللي احنا دلوقتي لو انا بقول مثلا في الاولمبيات وصلنا للتصفيات والنهائيات ده يبقى حلو، اللي بعديها ان شاء الله نوصل لميداليات. عجبني التخطيط المنظم، عجبني الروح اللي انتوا فيها بامانه، يعني حاجه تحتذى بيها علي والله. طب خليني اكلمك برضه يا دكتور، اللعيبه عملت اللي عليهم ما شاء الله، روح واداء. لا ده الدوله عملت اللي عليها. بس لا طبعا الدوله لا ده موضوع مفروغ منه. والله ده لا ده انا رايح لحط انت شفتني رايح في حته رايح تصحيني وديني في حته ثانيه. لا ما انا هقول لك، الولاد عملوا اللي عليهم وحققوا وبتاع، هل عملت لائحه استثنائيه مكافئات؟ هل ولا انت ليك لائحه معموله من 4 سنين من ساعه ما جيت؟ ايوه يعني زودت المكافئات اللي اتعملت اصلا ما كانش فيه مفيش حاجه اقدر اكدبها. اتعملت من 4 سنين وماشيين عليها وبارقام كبيره مش قليله للعيبه. عايز اعرف ارقام بس ارقام كبيره. كبيره وعلى فكره يعني ممكن كبيره وتعلى. من الاتحاد ولا من الدوله؟ من الاتحاد. الاتحاد الدوله طبعا ليها لائحتها. ليها لائحتها. انا بتكلم على اللائحه الداخليه للاتحاد. زودت ليها كل ما البروجريس يعلى بتعلى، وكل ما بيقل بتقل. يعني انا يعني الموضوع ده يعني بقى في حافز للعيبه. طبعا البطوله احنا بنعلى البطوله اللي بعديها بحققت كل مسكور يعلى يعلى. طب بامانه مش عشان الدكتور قاعد قدامك خلي بالك مش هتتوقف ولا حاجه. لا 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 انت حاسس ان فعلا حصل طفره في موضوع المكافئات؟ بس انا بيصعب عليا ايه؟ بيصعب عليا اللعيبه الالعاب الفرديه يعني ايه؟ بيبقى بيبذلوا عيني مجهود جامد وممكن ما يقدروش ماديا، بس واضح ان الدكتور اتطور اللائحه فعلا اتطورت. انت حاسس ان الموضوع ده فرق معاك؟ كل حاجه تطورت راضي، وده منها اللائحه راضي طبعا. وزي ما الدكتور كان بيقول لك ساعات بشد عليه، احنا بنشد يشد عليا، هيبتدي الكيرف بتاعي مثلا ماشي ثابت او الكيرف بتاعي تحت، ببتدي اشد واركز، وبيديك هدف كمان اعمل انجاز وهتشوف وتاخد الانجاز وتاخد قصاده. ممكن في النص نوقف لحد ما التارجت ده يتعمل بالظبط نوقف خالص. بس الكلام ده بحب طبعا يعني مش بغلاسه، على قد ما هو عارف ان انا خايف عليه بالظبط كده يعني طبعا طبعا. مش انت قلت كلمه حلوه، مش ناجحين بالظبط وماشيين الحمد لله وبنحقق وكل راضي وكل مرضي ومشرفين، وبالعكس ومحتاج حاجه وفترات بتبقى علينا صعبه يعني بنتكلم مع الدكتور وبنتكلم مع يعني
بيسهل لنا، شوف ايه امورك، شوف ايه الجدول اللي انت محتاج تمشي فيه، شوف ايه اللي محتاج يتوفر لك وهيتعمل لك. حتى لو الفتره دي مثلا انت يعني الدنيا او الكيرف بتاعي مثلا واقع شويه، لا هساعدك ازاي عشان يعني مش بيقول لك اقف او شد، لا بيقف يدعمك بالطريقه اللي يوصلك بيها للمستوى الجاي. بالظبط طبعا. صحيح. طب قول لي يا كابتن على مستوى الناشئين، احنا اتكلمنا على مستوى الدرجه الاولى واللعيبه الكبار والنجوم وكده، مستوى الناشئين بتعد لهم ايه جديد؟ يعني هل هتعمل بطولات، تستحدث بطولات جديده؟ هل هتعمل زونز جديده؟ كل كاسات الفراعنه دي للانديه وللناشئين، كاسات العالم للكبار. حلو. تمام. انت النهارده لعبه الجمباز اللي ما كانش حد يعرفها اتحطت في اجنده رئاسه الوزراء، يعني كانت محطوطه في النشاطات بتاعه رئاسه الوزراء ودعم الدوله. صحيح. وده انا بشكر فعلا رئاسه الوزراء على الدعم اللي اتعمل. بشكر الدكتور اشرف صبحي لاقتناعه من الاول بالخطه بالبلان ودعم غير عادي. طبعاً. سواء لعلي سواء للعيبه. مش غريب عليه حضرتك، انا فعلا سواء مهندس هشام او الدكتور اشرف صبحي، انا يمكن خلال السنه اللي فاتت دي بس حضروا اكتر من 8 مرات تدريب. مش مصدقينك. قال لهم تعالوا اتفرجوا على التمرين. وكرمت رئاسه الجمهوريه كمان صح. اللعيبه اتكرمت مره وتاني مره. كل المنتخب اتكرم وانا وعلي كنا بنجيب ميداليه، كنا بنجيب ميداليه في فرنسا تاني وهتكرم تاني، وكنا في فرنسا انا وهو قاعدين بنتفرج عليهم في التلفزيون. لا بس اللي كنت هدف كبير والحقيقه لا فعلا طبعا يعني تكريم ادى اساسي بيفرق جدا جدا مع اللاعبين. احنا انا كان امنيه حياتي ويمكن كنا بنتكلم ان الرئيس يحضر الافتتاح، واحنا كنا عاملين الافتتاح ده عشان هو يحضر. ودايما ابدا يعني دعم ودعم ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله هيبقى معانا باذن الله، والدعم موجود ومتواصل. بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك إيهاب، يعني نورتيني وشرفتني وببارك لك على الانجاز ده ونورت قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك ومنوره بجمهورها وبابطالها، وبشكركم على متابعتكم للجمباز. ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله. علي زهران نجم النادي، نجم منتخب مصر، كنت نفسي اقول النادي الاهلي، خلي بالك نفسي اقولها يعني بص فتح الخير. نجم منتخب مصر وطبعا اللي حصل على الميداليه الذهبيه المنورانا دي في كاس العالم اللي فات، بشكرك شكرا جزيلا والف مليون مبروك. ربنا يخليك، شكرا جدا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع ابطال الجمباز، والابطال بس مش لعيبه، لا ابطال كمان في الاداره والاتحاد، هم اللي ساعدوا بشكل كبير ان ابطالنا دول يوصلوا لمنصات التتويج. بشكركم شكرا جزيلا. بفكركم تاني بكره باذن الله هنذيع مباراه الاهلي والاتحاد السكندري للكره الطائره. استوديو تحية هنطلق الساعه 3، انتظرونا هنجيب لكم كل الكواليس وكل التوفيق لفرقتنا بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن المتابعه.